نقطة واحدة هيمنت على جدول أعمال اللقاء الذي جمع اليوم وزير الفلاحة بالفاعلين بسلسلة الحليب، وهي الزيادة في أثمان الحليب ب 40 سنتيم في اللتر الواحد. مهني هذا القطاع أرجع هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا أثمان المواد الأولية خاصة الأعلاف، معتبرين هذه الزيادة التي لم تتم منذ 4 سنوات بمثابة طوق نجاة لإنقاذ القطاع من حافة الإفلاس المحقق. هذه الزياده اللي هي طفيفه بالنسبه للوضع اللي كيعيشو المنتج، زادت زيادات متكرره في المحروقات، في الفيول، في المواد العلفيه، لانه احنا مرتبط مباشره مع السوق العالميه، لان كنستوردوا اغلب المواد للانتاج بما فيها الامبالاج، التلفيف ومحروقات. وزارة الفلاحة أكدت في بلاغ صدر عقب هذا اللقاء الذي دام ما يقارب الساعتين، أكدت أنه تم الاتفاق على تمكين الفلاحين الصغار من 60% على الأقل من عائدات هذه الزيادة للمساهمة في تنمية العالم القروية. كان نقاش عميق وكان نقاش مهم، والأهم أنه يكون واحد التضامن مع يعني العالم القروي، واتفقنا انه ان شاء الله 60% على الاقل ديال هذه الزياده اللي كاينه باش ترجع للكسابه والفلاحه اللي هما كتعرفوا بانه في القطاع ديال اللحوم مليون، وفي القطاع ديال الحليب تقريبا 400,000. فكيظهر لي هذه نتيجه جد مهمه للتحويل وكذلك لدعم الفلاح الصغير داخل العالم القروي. هذا الاتفاق يؤكد بلاغ وزارة الفلاحة سيدخل حيز التنفيذ منذ اليوم، حيث سيستفيد الفلاحون الصغار ومربو الماشية من هذه النسبة بأطر الرجعي منذ بداية غشت الماضية، مما سيزيد من قدرتهم التنافسية والإنتاجية.